عليكم أبنائي ومرحبا بكم في درس جديد في مكوني التراكيب بعنوان جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية. والهدف أو الهدفين من هذا الدرس هو أن نتعرف جزم الفعل المضارع ونتعرف الجملة الشرطية. ونبدأ بالفعل المضارع، وكما تعلمون أن الفعل المضارع يأتي دائما مرفوع إلا إذا دخلت عليه أدوات النصب أو أدوات الجزم. سنقرأ الجملة الأولى: يحترم أخاه. يحترم أخاه، يحترم فعل مضارع كما ترون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، في الخانة الثانية: لم يحترم أخاه، نفس الجملة نفس الفعل، لكن هنا كما ترون جاء مجزوما. مجزوما كما ترون، لماذا يا ترى؟ لماذا أصبح مجزوما؟ نعم، لأنه دخلت عليه أداة من أدوات الجزم وهي لم. دخلت لم على الفعل المضارع فأصبح مجزوما لأنها أداة من أدوات الجزم. إذا أداة الجزم هنا هي لم، فأصبح الفعل مجزوما. إذا حذفنا له حرف الجزم أصبح مرفوعا كما رأينا. الجملة الموالية: يسبح في الأماكن الخطرة. كذلك فعل مضارع مرفوع بالضمة. لا تسبح في الأماكن الخطرة، إذا أدخلنا على الجملة لا الناهية وهي أداة من أدوات الجزم، فأصبح الفعل المضارع مجزوما كما تلاحظون. لا تسبح، إذا أداة الجزم هي لا والفعل المجزوم هو تسبح. تلتمس رضا الله، إذا تلتمس كما تلاحظون فعل مضارع مرفوع بالضمة. أدخلنا عليه الجملة هنا لام الأمر: لتلتمس رضا الله. لتلتمس رضا الله، إذا أصبح الفعل مجزوما لأن لام الأمر من أدوات الجزم. إذا دخلت على الفعل المضارع أصبح مجزوما. إذا الأداة هي لام الأمر والفعل المجزوم هو تلتمس. أحسنتم. إذا يجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة من أدوات الجزم، ومن بينها لم، لا الناهية، ولام الأمر. الآن سننتقل إلى الجملة الشرطية، وسنتعرف عليها من خلال الجمل التالية: إن نتعاون على غرس الأشجار نضمن حياة كوكبنا. إن نتعاون على غرس الأشجار نضمن حياة كوكبنا. هذه جملة شرطية. كيف شرطية؟ لأن بها فعلين أو تتضمن فعلين مجزومين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط. أعيد، إذا الجملة الشرطية تتضمن فعلين مجزومين. نعم، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط، وأكيد أداة الشرط وهي إن. إن هي أداة الشرط هنا، يعني إن إذا إن تعاونتم ستضمنون حياة كوكبنا. إذا هذا فعل الشرط، إذا قمنا بهذا الفعل سنضمن حياة كوكبنا. إن قلنا هي أداة الشرط، نتعاون كما ترون فعل مجزوم، ويسمى الفعل الأول المجزوم فعل الشرط. على غرس الأشجار نضمن هذا الفعل كذلك كما تلاحظون مجزوم ويسمى
جواب الشر. سننتقل إلى الجملة الموالية، متى تقرأ عن النظام البيئي تعلم أهمية الحفاظ عليه؟ إذن نفس الشيء، جملة تتضمن فعلين مجزومين، إذن فهي جملة شرطية وتسبقها تسبق الفعل المجزوم أداة الشرط وهي متى. متى تقرأ عن النظام البيئي تعلم، إذن تقرأ فعل الشرط وتقرأ فعل الشرط، نعم، وتعلم جواب الشرط. كما ترون متى أداة الشرط، تقرأ فعل الشرط وتعلم جواب الشرط. من يذهب إلى الغابة يتمتع بمناظرها الساحرة. من يذهب إلى الغابة يتمتع بمناظرها الساحرة. إذن جملة كذلك تتضمن فعلين مجزومين، وأداة الجزم هنا هي من. إذن فعل الشرط، قلنا أداة الشرط يتبعها فعل الشرط، والفعل المجزوم الثاني يسمى جواب الشرط، يعني من ذهب إلى الغابة هو من سيتمتع بمناظرها الساحرة. واضح؟ إذن الجملة الشرطية هي تتضمن فعلين مجزومين تسبقهما في أداة جزم، ومن بينها إن، متى، من. كاستنتاج للجدولين، يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم منها. أدوات تجزم فعلا مضارع وفعل مضارع عفوا واحدا، من بينها لم، لا النهي، لام الأمر. وأدوات تجزم فعلين مضارعين يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. منها أي من أدوات الجزم، الأول من بين أدوات التي تجزم فعلين مضارعين إن، متى، من. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله.